احنا بنتكلم يا فندم عن مجموعه من مشروعات القوانين، الرعايه الصحيه، الابنيه الصحيه، المسؤوليه المهنيه للاطباء، قدره لجنه الصحه في البرلمان على انها تعرض بعض هذه المشروعات خلال دور الانعقاد الثاني، قدره الوزاره على انها تنسق مع لجنه الصحه في البرلمان، هل بتنسقوا مع وزاره الصحه في هذا الشيء؟ طبعا في تنسيق، بس ايه اللي ممكن يمر بس من البرلمان؟ لما بنجد الحقيقه لما بنجد الوزاره تاخرت في تقديم مشروع قانون بيتقدم النواب فورا بتقديم القانون. يعني احنا النهارده انا قدمت الابنيه الصحيه او الهيئه القوميه للرعايه الصحيه والمستشفيات، الزملاء قدموا القانون المصري، كل ده تاخير من الوزاره املا في ادخال التامين الصحي الشامل الاجتماعي. ده حلم لينا، ما فيش مانع، بس انت جود اساسا التامين الصحي، انت كوضع اكتواري انت المفروض تدفع النهارده للتامين الصحي اللي هو بيعالج 57 مليون مواطن ورقيا، اللي هم طفل تحسين المدرسي، الطفل في الطلبة، طلبة الجامعات، نفس الشيء برضو لما بيجي يعالج الموظفين المعاشات، دول 57 مليون مواطن. طب جود الخدمة الأول، وبالتوازي ابتدي دخل الأسرة اللي أنا قلت لك عليها عشان تعمل تأمين صحي الشامل الاجتماعي، من غيرها المبنى هينهار. يعني ما ينفعش ابتدي بدون بنيه تحتيه صحيه جيده، اطباء مدربين، عمليه حوسبه للقطاع الصحي بالكامل، وتبتدي بعد كده ما تدخلوش حتى اقليميا، دخلوا مره واحده بس يكون عندك استدامه تمويل. استدامه التمويل يعني ضامن الاشتراكات تتلم، ضامن التحملات تبقى منطقيه، والدوله هتقدر تتكفل بالفقير وما هو تحت حد الفقر، او بمعنى اصح اللي هو تحت الـ 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 اللي هو اللي هتدفع له انت الاشتراكات كدوله. صحيح. نمره ثلاثة ان انت يبقى عندك موازنه تغطي. انت بتتكلم على 140 مليار بره موازنه الصحه، فده موضوع محتاج دراسه كويسه.